الطلبة والطلبات تاني ثانوي، أهلا وسهلا بيكم. النهاردة هنكمل مع بعض في يونت 2 شابتر 1 اللي بنتكلم فيه عن الهيدرو استاتيك، وهنكمل مع بعض ليسون 3. في ليسون 3 نبدأ بقى ناخد ابليكيشنز على البريشر انسايد اليكويد ونتكلم عن البالانس اوف ليكويد ان يو شيبد تيوب. بالانس اوف ليكويدز ان يو شيبد تيوب، اتزان السوائل في الانبوبه ذات الشعبتين. ايه هي شكل اليو شيبد تيوب؟ اليو شيبد تيوب واخده الشكل ده بالظبط، عباره عن تيوب واخده شكل حرف اليو. خلاص، الهدف من التيوب دي واستخدامنا ليها، الهدف منها ان احنا measuring the density of any liquid by knowing the density of another liquid. الهدف منها ان انا ممكن استخدمها فان انا اعرف الدنسي بتاعت اي ليكويد بمعلوميه دنسي ليكويد تاني. طب ايه هي الساينتفك ايديا اللي بتعتمد عليها عشان تقدر تحسب الدنسي دي؟ بتعتمد على بريشر ات اول بوينت ان ذا سيم هوريزونتال بلان ان هوموجينوس ليكويد از ذا سيم. يعني ايه؟ احنا اتفقنا في السيشن اللي فات ان لما يبقى عندي ليكويد محطوطه جوه كونتينر وبعملها اد من وان طرف، بيحصل لها رايز اب في السيم ليفل على الناحيه الثانيه، ثم الاثنين دول اوبن. وده ليه؟ لان البريشر عند التو بوينت دول سيم ليفل، هاف ذا سيم ايه بريشر. وده مبدا كنا اتخذناه الحصه ايه اللي فاتت، وهو ده المبدا اللي هنستند عليه عشان نحسب الدنسيتي اوف اني ليكويد باي نوينج ذا دنسيتي اوف انذر ليكويد. ازاي بقى ناخد الفكره بتاعتنا؟ ان كيس اوف تو immiscible liquid، يعني ايه immiscible liquid؟ يعني زي الاويل والووتر، يعني الفكره تنجح بس مع السوائل اللي لا تختلط ببعض زي الووتر والاويل. يعني ما ينفعش الكلام ده مثلا اعمله ما بين البنزين والووتر بشكل مباشر، او الكحول والووتر بشكل مباشر. ليه؟ لان الكحول والووتر هيدوبوا في بعض، هيتخلطوا في بعض، مش هيبقوا منفصلين. لكن الووتر والاويل منفصلين عن بعض، يعني لو حطينا شويه اويل على ووتر تلاقي ان الاويل الدنست بتاعته اقل، فهو بيعمل فلوت فوق الووتر. لكن هل الاويل ممكن نقلب الاويل مع الووتر ويدوب الاويل جوه الووتر ويبقوا كيان واحد؟ لا، بيبقى اسمكتشر، دول منفصلين ما يحصلش بينهم ميكسنج ابدا. طب ازاي هنشتغل؟ تعال نجيب التيوب في الاول اهي، خلاص، وهنحط فيها الووتر في البدايه. وطبعا لان التو برانشز دول اوبن اكسبوز تو اير، فالليفل بتاع الووتر على الناحيتين ار ذا سيم، الناحيتين زي بعض. نعتبر ان الليكويد الاولاني الليكويد 1 ده الدنسي بتاعته بنسميها رو 1 او رو ووتر. طيب يبقى ايه اللي هيحصل لو انا جبت ليكويد تاني الدنسي بتاعته اقل زي الاويل واضفناه في الاذر برانش؟ الاويل اللي انا هضيفه هنا هيضغط على الووتر وهيعمل له ايه الناحيه التانيه؟ هيعمل له رايز اب. يبقى تاني الاويل هيضغط على الووتر اللي هضيفه وهيرفع الووتر الناحيه الثانيه، يعني بعد ما كان الووتر على الناحيتين سيم ليفل، لما هضيف ليكويد ثاني الليفل هيتغير. ليه بقى؟ لان الويت بتاع الليكويد بتاعي مختلف عن الويت بتاع الووتر بتاعي. عشان كده لو انا خدت لاين كده جوين التو بوينت دول، اقدر اقول ان الويت بتاع الووتر الاويل اللي هنا قد ويت بتاع الووتر الناحيه الثانيه. يعني ازاي هنحقق الفكره ونحسب بيها دينست الاويل من القصه دي؟ يعني لو انا اعتبرت ان في بوينت هنا اسمها A وبوينت الناحيه الثانيه اسمها B، ورحت قايل بقى ان التو بوينت دول A وB مش جوه الووتر، واحد على سطح الووتر اهي ما بين الووتر والاويل، والتاني جوه الووتر سيرفيس، الاثنين جوه الووتر، فيبقى بريشر على البوينت A ايكوال بريشر على البوينت B. طول ما في بالانس ما بين التو برانشز كده في النقطتين دول، في اتزان ما بين الاثنين، يبقى اكيد الويت قد الويت، يعني ووتر ليكويد اللي هنا اللي هو الاويل قد ويت بتاع مين؟ الووتر الناحيه الثانيه. او اقدر اقول ان البريشر اللي على البوينت A ايكوال البريشر اللي على البوينت B، البريشر ات بوينت A ايكوال البريشر ات بوينت B. يعني هنحسبها ازاي؟ بص يا سيدي، بما ان البريشر ات بوينت B ايكوال البريشر ات بوينت A، فاقدر اقول البريشر اللي على البوينت B هو عبارة عن كل اللي موجود فوق البوينت B، الاير بلس الروجي اتش بتاعت الاويل اللي موجود، يبقى بي اير بلس روجي اتش الاويل اللي موجود. البريشر اللي عند البوينت B كل اللي فوقيه، اللي هو بريشر الاير بلس الروجي اتش الوتر اللي موجود فوقيها. يبقى الفكرة كلها بتعتمد على نقطة ايه؟ ان all point in the same level same liquid have the same pressure. النقطة دي عند الـ separating surface between الووتر والاويل،
النقطة دي عند السطح الفاصل ما بين الاتنين، يعني مش جوه الاويل بس ولا جوه الوتر بس، لا ده عند الاتنين عند السطح ده. يعني بعتبر ان النقطة دي فين؟ على سطح المية، والنقطة دي جوه المية، فالبريشر اللي هنا قد البريشر اللي هنا، عشان كده اقدر اقول ان رو اي بي اير بلس رو جي اتش الاويل الوتر بيساوي البي اير بلس رو جي اتش الايه الاويل. طيب بما ان البي اير اللي هنا هي هي البي اير اللي هنا، والجرافيتي اللي هنا قد الجرافيتي اللي هنا، يبقى انا بنبدا ايه مبدئيا نتخلص من البي اي، وكمان نقدر نخلص من مين؟ من الجرافيتي. نطلع بقى بالحسبه بتاعتنا اللي هنشتغل بيها في حل المسائل، ان دينست الاويل باي هايت الاويل ايكوال دينست الووتر باي هايت الووتر، يبقى رو اويل اتش اويل ايكوال الرو ووتر اتش اي الووتر. يبقى الفكره اللي احنا استخدمناها في ان البريشر in the same level have the same pressure، اقدر استخدمها في ان انا احسب من خلال ال U shaped tube the density of any liquid by knowing the density of another liquid. طيب يعني لو عملت ratio يبقى B rho oil over rho water equal height water over height ال A ال oil. شايفين العلاقة موجودة ازاي بين ال density وال height؟ اهو علاقة inverse، فاكيد ال liquid ال density بتاعته قليلة، هتلاقيه عامل height ايه؟ كبير زي الاويل، دينست الاويل قليل فعشان كده الهايت بتاعه كبير، لكن دينست الووتر كبير فيعمل لنا هايت ايه؟ يعمل لنا هايت صغير. يبقى رو ووتر اوفر رو اويل اوفر رو ووتر ايكوال هايت الووتر اوفر هايت الاويل. دينست اوف اني ماتيريال اوف دينست اوف ووتر دي مش سميناها ريلاتيف دينستي، يعني ممكن احيانا في بعض المسائل يقول لك ان الريلاتيف دينستي بتاعت الليكويد بكذا، تفهم على طول ان هي عباره عن مديني مين؟ مديني الاثنين دول مباشر على طول بقى، مش كل واحد لوحده، لا مديني الرو ووتر اوفر الرو الاويل اوفر ووتر او اي ماتيريال والووتر، يعني ثم هو مديني الريلاتيف دينستي بتاعتها كده. مساله نطبق عليها الفكره، ايو شيبد تيوب كونتينز ووتر اند اويل، ذا هايت اوف ووتر اون وان برانش از 19 سنتيمتر اباف ذا سيبريتنج سيرفيس. يبقى الهايت بتاع الووتر بكام يا جماعه؟ 19 سنتيمتر above the separating surface. يقصد بيها ايه separating surface؟ يعني السطح الفاصل اللي ما بين مين ومين؟ ما بين الووتر والاويل. طيب بيقول لي find the height of oil in the second branch at balance if the density of water is 1000 kg per meter 3 and the density of oil 800 kg per meter 3. يبقى تعالى نشوف الجيفنز تاني مع بعض. مديني height الووتر 19، مديني density الووتر، ومديني density الاويل، والمطلوب الهايت بتاع الاويل. طيب خلاص تعال نطبق العلاقه بتاعتنا اللي احنا استنتجناها النهارده، دينستي الووتر الاويل اوفر دينستي الووتر ايكوال هايت الووتر اوفر هايت الاويل، وابدا اعوض بقى 800 اوفر 1000 ايكوال 9 اوفر اتش او، يطلع لي الهايت بتاع الاويل 23.75 سم. موضوع التحويلات هنا نخلي بالنا منها، ان بدل هايت الووتر انا عوضت بيه بالسنتي، يبقى هايت الاويل لازم هو كمان يطلع بالسنتي، وبدل دينست الووتر بالكيلو جرام بير متر 3 يبقى لازم دينست الاويل يبقى هو كمان كيلو جرام بير متر 3، يعني كل اتنين زي بعض يبقى ماشيين مع بعض في اليونت، دينست مع دينست زي بعض، والهايت بتاع الووتر يطلع هو هو هايت الاويل بالسنتي، لازم بالسنتي، كل اتنين زي بعض يمشي مع بعض بنفس اليونت خلاص. لكن ما ينفعش واحد دينست فيه بالجرام بير سنتيمتر 3 والتاني مثلا بالكيلو جرام بير متر 3، واحد ولا هايت بالسنتي ومره تاني هايت بالمتر، لا كل حاجات مع بعض باليونتس شبه بعض تمشي مع بعض بنفس اليونت، نخلي بالنا من الحته لان دي مساله ريشيو. يعني بيقول ايه؟ يو شيبت تيوب ذا كروس سكشن اريا اوف وان سايد از دبل ذا اذر سايد، يو شيب الاريا بتاعت برانش منهم ضعف برانش الثانيه. طيب احنا اتفقنا ان الاريا هنا ما بتاثرش على فكره مين؟ البريشر، البريشر بنأثر على البوينت مش على الاريا، بريشر داز نوت سايد الليكويد داز نوت ديبند اون اريا، لان هو رو جي اتش ما فيهوش اريا خلاص، رو جي والاتش بس. طيب نكمل، بيقول ايه تاني؟ ايو شيبد تيوبز كروس سكشن اريا اوف وان سايد از دبل ذا اذر سايد از بارشلي فيلت ويز ووتر، اتملت جزئيا بالميه. دينس الووتر فيها ب 1000 وكوانتيتي اوف اويل ب 800 از بورد انتو ذا وايد سايد، اضاف اويل في الفرع الواسع، نخلي بالنا. Till the height of water column decreases 0.5 سنتيمتر، لما حطينا اويل في الفرع الواسع خلينا ليفل الميه نزل 5 سنتي،
5 سم. خلينا ليفل الميه نزل قد ايه يا جماعه؟ 0.5 سم. وبيقول لي كالكوليت ذا هايت اوف اويل كولم بورد، ارتفاع العمود الميه ده قد ايه اللي خلى الميه تنزل نص سنتي. طب تعال نبص كده عليها ايه في الرسمه دي. هو مدينا هنا تو برانشز، الاريا بتاعت السمول اي، وكانت الاريا بتاعتها دبل الاي، يعني تعال نسمي واحده اي والتانيه 2 اي. طيب يبقى دي الاولانيه ودي مين؟ دي التانيه بتاعتها. وبعد كده اضاف ايه؟ ووتر في الاول. اضافتنا للووتر في الاول طبعا الاثنين على هيبقوا على نفس سيم هايت. ليه سيم هايت؟ لان الاثنين اوبن اكسبوز تو اير، فهايت الووتر هنا قد هايت الووتر اللي هنا، دي ما اختلفناش فيها. لكن اللي حصل ايه بقى لما اضاف اويل؟ خلى الووتر ايه؟ ينزل 0.5 سنتيمتر. الشويه اللي هينزلهم دول من 0.5 هيعمل بيهم ايه الناحيه الثانيه؟ هيحصل لها رايز اب. يبقى ال 5 سم اللي نزلت دي طلعت قد ايه الناحيه الثانيه؟ ما نعرفش. ليه ما نعرفش؟ اصل الاريا مختلفه. يعني تعالى تخيل كده اهو، يعني 5 سم اللي نزلت دول طلعوا الناحيه الثانيه، طلعوا قد ايه في الهايت؟ هايت هينزل 5 سم، هيطلع 5 سم؟ اكيد لا، لان الاريا مختلف. يعني زي ما بقول لك، تخيل كده ان معاك مثلا كوبايه فيها ميه، ارتفاع الميه جوه الكوبايه فلنفترض مثلا 10 سم. كوب شويه الميه اللي في الكوبايه دول في حله كبيره قوي، هل هيفضل على نفس الارتفاع 10 سنتي؟ لا. ليه بقى؟ الفكره في الهاي في الاريا، الاريا مختلف. الكوبايه الاريا بتاعتها صغيره فعامله هايت كبير، لكن الحله مثلا بتاعتك الاريا بتاعتها كبيره فمخليه الهايت بتاع الوتر جواها ايه؟ صغير. لكن يفضل المبدا واحد، اللي هو ايه المبدا؟ الكوانتيتي، الكميه. الكمية اللي كانت في الكوباية هي هي نفس الكوانتيتي اللي موجودة جوه الحلة بتاعتك، نفس ايه الكوانتيتي، طول ما هما سيم كوانتيتي يبقى الفوليوم واحد. لكن الاختلاف في ايه؟ في الاريا والفوليوم. الاريا زادت الهايت قل، الاريا قلت الهايت زاد، وهكذا. فهنا ايه الفوليوم اللي نزل قد الفوليوم اللي طلع، لكن سيم هايت لا، مختلف في الهايت. طب انا عاوز دلوقتي اعرف هايت الاويل كولم ده قد ايه؟ طيب تعال نبص الناحيه الثانيه من عند السيبريتنج سيرفيس، مش ده السيبريتنج سيرفيس اهو اللي احنا عملنا عليه اللاين؟ اقدر اقول عند الحته دي ده هايت الوتر، وعند الحته دي ده هايت مين؟ الاويل. وليه انا تعمدت اعمل عند السيبريتنج سيرفيس؟ لان عند النقطه دي والنقطه دي البريشر فيهم ايكوال، يعني اقدر احقق المبدا في الحته دي ان البريشر بتاع الاويل اللي موجود هنا اهو، بريشر الاويل اللي معمول هنا قد بريشر الووتر اللي معمول هنا. طب يا مستر هتقدر تجيب هايت الاويل ازاي وانت ما تعرفش هايت الووتر؟ تعالوا نجيب هايت الووتر في البدايه. اخلي بالي ان ال 0.5 اللي نزلت هنا قدها موجود الناحيه الثانيه، فلو انا نجحت ان انا اجيب الهايت بتاع الحته المنطقه دي، هايت المنطقه دي لو قدرت اجيب الاتش بتاعتها اضيفها على هايت ال 0.5 ده يطلع لي هايت الووتر في الحته دي كلها. يبقى تاني، يبقى انا هعمل ايه؟ المطلوب مني اجيب الحته الاتش دي. لو انا جبت الاتش اللي هنا وجمعتها مع 0.5 يطلع لي الهايت الوتر. طب هنجيب كده مع بعض. احنا اتفقنا ان الفوليوم لورد اللي نزل ايكوال الفوليوم ريزد اللي طلع، الفوليوم اللي نزل قد اللي طلع. طب هو نزل قد ايه؟ هو نزل من اريا قيمتها 2a وطلع في اريا قيمتها a. طب الهايت اللي نزل ده كان كام؟ 0.5. طب الهايت اللي طلع تعالى نعوض بقى، يبقى ال اللي هنا هي هي ال اللي هنا، دي ضعف دي، تشيل الاريا مع الاريا، يبقى 2 تايمز الهايت اللي نزل 0.5 ايكوال الهايت اللي طلع اللي هو اسمه اتش، يعني الهايت اللي طلع بقد ايه؟ 1 سنتيمتر، يعني ينزل نص سنتي يطلع 1 سنتي. اصل الاريا هنا 2a والاريا هنا a، فينزل من دي نص يطلع في الثانيه 1. يبقى مين شاطر يقول لي يبقى هايت الووتر؟ اقول له ال 1 بلس ال 0.5 يطلع لك ال 1.5. اروح اقول له يبقى دينست الاويل اوفر دينست الووتر ايكوال هايت الووتر اوفر هايت الاويل. دينست الاويل بيت 100، دينست الووتر 1000، هايت الووتر اللي حصل له اللي موجود عندي 1.5 يبقى هايت الاويل، واعمل الكروس بتاعي اطلع هايت الاويل 1.875 سنتيمتر، ويبقى هو ده هايت الاويل كولم اللي موجود الناحيه الثانيه واللي خلى الووتر ينزل قد ايه يا جماعه؟ 0.5 سنتيمتر. هنا بقى اللعبه كانت في الاريا والكروس سكشن اريا بتاعت كل برانش، واحده الاريا بتاعتها تلات ضعف دي، او ممكن يجيب لك مساله تاني يديك الاريا 3 تايمز 3 مرات، او يديها لنا بارقام. تفضل الافكار واحده، المبادئ واحده.
الفوليوم اللي نزل بيساوي الفوليوم اللي طلع. اشوف هايت اللي طلع بلس السيكنس بتاع المنطقه اللي نزلها دي، الحته الاضافيه اللي نزلها دي، يطلع لي هايت الناحيه الثانيه. واعمل بقى العلاقه بتاعتنا اللي ايه بقدر اطلع بيها بالهايت اللي انا عايزه. اتمنى نكون فهمنا ده السؤال ده او المساله دي، لان يعني مفكرتها صعبه حبه او مختلفه شويه عن المعتاد يعني. طب تعال ناخد اكزامبل على نفس الموضوع. In the shown figure, a U-shaped tube. Calculate the height of kerosene if you know the density of mercury 13,600 and there is a kerosene 810. في الفيجر ده اللي قدامنا فيه هو مدهوني بالرسمه بتاعتنا، مدينا ميركوري موجود في الحته دي، مدينا هايت اوف ووتر الناحيه دي، مدينا هايت الميركوري في الجزء ده ب 2.5 سنتيمتر، ومدينا الكيروسين في السكشن ده. يعني مدينا 3 ليكويد جوه اليو شيبد تيوب، يعني احنا متعودين على 2 ليكويد، مدينا المره دي كام؟ 3 ليكويد. وحاطط لي لاين سيبريشن عند البي اللي هو بين الووتر والميركري، وبيقول لي ايه بقى هايت لي هايت الكيروسين ده كام. طيب هنحقق المبدا واحد، البريشر عند البي ايكوال البريشر عند الايه، صح ولا غلط؟ اه الاثنين في الميركري اهو، الاثنين في الميركري. ونلاحظ كمان ان شايفين الهايت بتاع الووتر على نفس الليفل عند الكيروسين الناحيه الثانيه، ده يفيدني. ايوه جدا، يعني لما ابص على الرسمه ادقق في كل حاجه في الرسمه. خلي بالي من هو محاطط اللاينز ازاي ومعلم على ايه وحاطط المسافات قد ايه. طيب نقول البريشر عند البي هو هو البريشر ات ايه، البريشر ات بي ايكوال بريشر ات ايه. طب مين عامل بريشر عند الايه البي؟ اه الروجي اتش بتاعت الووتر. ومين عامل بريشر عند الايه؟ اتنين الكوريسين والميركوري، يبقى رو جي اتش كيروسين بلس رو جي اتش الميركري. يبقى انا عندي اتنين بريشر على عند البوينت ايه، كيروسين وميركري، لكن اللي عند البوينت بي بي مين بس؟ الووتر بس. طب انا بدور على هايت الكيروسين اعمل ايه بقى؟ وهو مدينا دينستي الهايت بتاع الميركري بس. طب بص بقى تعالى نشتغلها كالاتي، واحد دينستي الووتر 1000، الجرافيتي طبعا في الثلاثه دول ممكن اكنسلهم لان هم خلاص كونست. الهايت بتاع الووتر ده انا ما عنديش، لكن اقدر اشيل هايت الووتر واقول عباره عن هايت الكيروسين زائد هايت مين؟ الميركري اللي هنا، صح دي ولا لا؟ يعني ممكن اشيل هايت الووتر واحط مكانه اتش كيروسين بلس 2.5، يطلع لي الهايت بتاع الووتر اللي قد ارتفاعه ارتفاع الاثنين دول مع بعض. هايت الووتر اللي هنا قد هايت الاثنين دول مع بعض، يبقى هايت الكيروسين بلس هايت الميركري اللي هو 2.5. طيب دينس الكيروسين بتو 810 هم الدهان، هايت الكيروسين مطلوبه مننا بلس دينس الميركوري 13600 وهايت الميركوري اللي موجود هنا ب 2.5. ايه ده؟ ده كل حاجه موجوده معايا ما عدا مين بس؟ هايت الكيروسين. ابتدي بقى ايه او اعمل 1000 تايمز الاتش كيروسين بلس 2.5 واودي الناحيه الثانيه واعمل ماينس، يطلع لنا بقى ايه في الاخر؟ هايت الكيروسين 165.79 سنتي متر، او اقول 1.66 متر. يبقى ده مين يا جماعه؟ هايت الكيروسين بتاعنا. يبقى استغلينا الرسم اللي هو مديها لنا في ان احنا قدرنا نحدد الهايت بتاع الكيروسين ده ايه لوحده، بان احنا شفنا ان هايت الووتر قد هايت الكيروسين بلس الميركري، والمبدا ان البريشر عند البي هو البريشر اللي عند الايه، البي ده ليكويد واحد اللي هو الووتر، لكن البريشر اللي عند البي ده اتنين ليكويد كيروسين وميركري. رحت جمعت الاتنين مع بعض على ان الاتنين دول عاملين بريشر ايكوال قد البريشر بتاع مين؟ البي بالظبط. اتمنى نكون فهمنا الدرس بتاع النهارده والابلكيشن بتاع اليو شيبد تيوب، ونتقابل مع بعض الحصه الجايه ان شاء الله.